السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور، عساكم على الصحة والعافية، اللهم آمين. وياكم أخوكم سيج الفار، مثل ما تشوف العنوان، اجعل من عدوك هدفك. أغلب الناس ممن يحاول أن ينجح أو يحقق أو عنده طموح كبير أو هدف كبير أو أي غاية حاب أن يسويها في حياته، بيلقى ناس حوله، قد يكونوا من أهله، قد يكونوا من ربعه، قد يكونوا من معارفه، قد يكونون ما يعرفونه أصلا، ولكن في عندهم نقص داخلي يحاولون يكملون ب تنقيص غيرهم. ما يحاول انه يصلح من نفسه، يقول انا ما بصلح من نفسي ولكن بحاول اخلي غيري اقل عني، وهذه الناس ناقصه. ايش هذا الموضوع؟ الموضوع الاساسي، اذا كان عندك هدف واي غايه في بالك، وما في اي انسان منجز ولا ربع انجاز الا مر عليه هذا النوع او هذه النوعيه من الناس، فخذها مني انا. سواء كان انجازك او هدفك او طموحك او غايتك او اي ما كان حاب تسميه، سواء كان في الرياضة، سواء كان في أي هواية كانت، من يعني أنا أكلمك من الطاقة النووية والتكنولوجيا إلى الرسم والفن والمكياج والأزياء والرياضة وكمال الأجسام والبدنية والفنون القتالية المختلطة وكرة القدم، كرة السلة، تنس طاولة، يا عمي شطرنج، أي هدف أي إن كان أنت دام حطيته هدف وحاب انك توصل للمستوى الفلاني او انك تكون حتى افضل واحد في هذا المجال، لا تخلي ثلة حقيرة ذليلة من الناس يجون عندك ويقولوا لك انت ما بتقدر. الشيء اللي انت تباه جدا كبير عليك، فوق مستواك، فوق المرحلة اللي انت ممكن توصلها. هذيل الناس خذهم تحطهم في باكج واعتبرهم عدو لك. انت حين صار عندك هدفين، الهدف الاول ان انت توصل بنفسك الى المستوى او الى الانجاز او الطموح اللي حاطنه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تكسر خشومهم من لما انت تنجز. وما بقول لك لما انت بتخلص صير عندهم وقول لهم خلصت او وصلت او الى اخرته، لا، هم بيونك بيقول لك اوه صح ما شاء الله قدرت توصل، يعطيك العافيه، انا من زمان اشجعك. قول لك الخير. وهذه نصيحتي لهالأقلية الدليلة الحقيرة اللي ما أعرف شو أسميهم، لأن للأسف لهم تأثير جدا كبير مع الأسف على الناس. بأن الواحد يقول والله أنا بحاول أسوي الشيء الفلاني، أي واحد يقول ترك أنت ما تروم، أقل من أنك تروم. يعني أي واحد أعطيكم إياها بطريقة جدا بسيطة، أي واحد جدا سلك ضعيف أو جدا متين ويقول أنا بسوي بطل كمال أجسام، يقدر. لكن اللي حوله وين يا عمي، شوف انت وين واصل، وهذيلا وين، وهذيلا فوقك وانت تحت، وتحتاج وتسوي وعشان ولا، قول لك الخرا. عندك هدف تقدر توصله، ما في هدف بني آدم ما يقدر يوصل إلا إذا قرر، مهما خد من وقت من تعب من جهد من أي كان، ما في بني آدم عنده هدف ما يقدر يوصله. الفرق الوحيد انه هو يقول انه ما يقدر، او انه يقتنع إنه ما يقدر، أو إنه بنفسه ما يبى يقدر، هني الفرق. فأنا أقول لك خل هالناس عدو لك، بحيث إنك أنت لما تنجز تنجز منها إنجاز لنفسك وهذا الأساس، لكن الشيء الثانوي إنك تكسر خشومهم. مثل ما يوم في يوم من الأيام قالوا لك إنك ما تروم، تعقلهم اليوم شوفوا أنا رمت، بس لا تصير عندهم. مثل ما قلت لك صدقني بعيونك وحزتها، اثبت وريح بالك، ريح بالك لما قالوا لك ما تروم وسكت عنهم، ريح بالك، ايش في غليلك، حقك الكامل. لما انهم في البدايه ما يو يعني يا انك تقول لي كلمه خير يا تسكت، حقك الكامل وانك تقول كلمه خير او تسكت، لكن مش من حقك اي كنت ان تهب هزيمه او اهداف او كبر حجم الغايه اللي غيرك حاب يوصلها. اذا انت يا عزيزي عندك نقص روح كمله، لا تحاول تنقص الثانيين اقل عنك حسب انك تحس ان انت شيء. وياكم اخوكم سيد جلفار، السلام عليكم.